أهلا بكم إلى موجز الأخبار من شبكة الكومبس الإعلامية. مصلحة الهجرة السويدية تؤكد أن المشاريع المقترحة حول تعديلات قوانين اللجوء ستتحول إلى قوانين نافذة خلال هذا الربيع. التعديلات التي كانت أقرت في نيسان إبريل الماضي تتناول في جانب منها تصريح الإقامة الدائمة والمؤقتة، وتشمل أيضا أولئك الذين يسعون إلى لم شمل عوائلهم أو أحد أفراد أسرتهم في السويد. تزايد الحديث أيضا في السويد عن احتمال أن يسمح للسلطات الحكومية المختصة التنصت على الكثير من المعلومات والاتصالات المختلفة للأشخاص ضمن جهودها لمكافحة الإرهاب. وفيما عبر وزير الداخلية السويدي عن تأييده لهذا التوجه، استمرت الانتقادات من نقابة المحامين للخطوة المحتملة، خاصة فيما إذا مست الخصوصيات الشخصية للسويديين والقاطنين فيها. محكمة جزائية في ستوكهولم توقف شخصا على ذمة التحقيق للاشتباه بارتكابه أعمالا إرهابية. المحتجز وهو شاب يبلغ من العمر 23 عاما تطالب به ألمانيا بسبب الاشتباه بالقيام بعمليات تجنيد لصالح جماعات إرهابية في العام 2016، في حين رفض المشتبه به هذه الاتهامات. والمشتبه هو مواطن في دولة غير أوروبية، إلا أن هناك مذكرة اعتقال أوروبية صادرة بحقه وقد احتجز على أساسها الثلاثاء الماضي. دائما في أخبار السويد، تراجع معدلات شعبية حزب البيئة إلى مستويات قياسية لم يشهد لها مثيل من قبل، حيث حصل على نحو 4.5% من ثقة المشاركين في استطلاع للرأي، بينما تراجعت شعبية سفيريا ديمقراطنا بنسبة 1.1%. إخلاء مبنى مؤلف من 7 طوابق يضم شركة للتكنولوجيا الحيوية بالقرب من مستشفى جامعة كارولينسكا في سولونا بستوكهولم، وذلك بسبب وجود خطر حدوث انفجار ضخم نتيجة تسرب رائحة مادة كيميائية خطيرة قابلة للاشتعال السريع، كما نقل شهود عيان عن إصابة 3 أشخاص بالاختناق. أرقام جديدة صادرة عن مكتب العمل لشهر نيسان إبريل الماضي تحدث عن انخفاض حاد في مستوى البطالة بين الشباب، فيما أشارت إلى أن حصول الشابات على وظيفة كان الأسهل على الإطلاق. ووفقا للإحصائيات، فإن عدد الشباب العاطلين عن العمل في شهر نيسان الماضي سجل انخفاضا بمقدار 9,000 شاب مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2015، فيما كانت الشابات الأوفر حظا في الحصول على عمل. استطلاع للرأي أجراه موقع الكومبس الإخباري أظهر أن 52% ممن شاركوا في الاستطلاع يعارضون انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي الناتو بسبب التهديدات الروسية، مقابل 37% صوتوا لصالح الانضمام. وقد تصاعد الحديث مؤخرا عن الدعوات لانضمام ستوكهولم للحلف، الأمر الذي لاقى انتقادات روسية كبيرة. وزير الشؤون التركية الشؤون الأوروبية طبعا يعبر عن تراجع أمل بلاده في إقرار الاتحاد الأوروبي إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرات السفر إلى دول الاتحاد، ويصر القادة الأوروبيون من أجل ذلك على التزام أنقرة ب5 معايير من بينها مراجعة قوانين مكافحة الإرهاب. ويعتبر هذا الأمر جزءا من اتفاق أوسع بين تركيا والاتحاد الأوروبي لتخفيف أزمة اللاجئين في أوروبا. إلى اللقاء.